براعي استعمار، لم تكن مجرد قضية أو أغنية للثوار فقط، بل كانت أيقونة ثورية لازمت مرحلة التحرر من غطرسة المحتل، فتحولت إلى ملحمة عملية خاض فيها المقاومون معركة الخلاص. وبهذه العبارة صدحوا في وجه استعمار دام أكثر من 100 سنة، حيث تجرع فيها اليمنيون في جنوب البلاد وقت ذاك مرارة التواجد العسكري الأجنبي على أراضي الوطن. الدماء الأبية التي تؤمن بالاستقلال وتتوق للحرية قالت كلمتها الأخيرة حينها، فترجمتها في 30 من نوفمبر عام 1967 إلى انتصار برحيل آخر مستعمر بريطاني عن جنوب الوطن. ذكرى 30 من نوفمبر ذكرى عزيزة وغالية على كل يمني. اليوم الذي طبعا تخلص فيه الشعب اليمني من ربق العبودية والاستعمار وانطلق نحو تحقيق آمال كثيرة، لكن ما يحز في النفس أن الذكرى هذه تعود إلينا والبلد تمر بظروف صعبة. حكاية النضال المرير الذي خاضته المقاومة من جميع أبناء اليمن شمالا وجنوبا حينذاك توجت بعد 4 أعوام من انطلاق الشرارة الأولى من قلب جبال ردفان لتضع حدا نهائيا للمحتل وتعلن عن إنهاء الحرب، لتضع أوزارها بجلاء آخر جندي بريطاني من عدن في 30 من نوفمبر، اليوم الذي أصبح عيدا وطنيا يتغنى بمجده الشعب ويتباهى به في أوساط الأمم. خمسة وخمسون عاما مرت على إعلان رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون انسحاب القوات البريطانية عن كافة الأراضي اليمنية في 30 من تشرين الثاني، حيث مثل هذا اليوم حدثا عظيما ونقلة في مسيرة كفاح الشعب ضد المستعمر الأجنبي في أرض الوطن. حنين جمال، بلقيس، عدن.